اليوم غد هو يوم إلقاء كلمة دولة الإمارات والوفد المشارك هنا في كوب 26 والتي سيلقيها معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. والمتوقع من خلال هذه الكلمة أن تدعو دولة الإمارات دول العالم للمشاركة والتعاون والتكاتف لمواجهة هذا التحدي الذي يمثل تهديد لكافة من يقطن على هذا الكوكب، الكوكب الأخضر الذي يجب علينا جميعا الحفاظ عليه. أيضا ستركز الكلمة كما هو متوقع على جهود دولة الإمارات المتواصلة في مجال مكافحة التغير المناخي، في مجال الطاقة المتجددة، وفي مجال التعاون مع دول العالم كافة للمسير نحو كوكب خالي من الانبعاثات وكوكب يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة. وأيضا من المتوقع أن تركز دولة الإمارات كذلك على أن عصر عالم بلا كربون قد اقترب ويجب على الجميع الاستعداد لهذا الوقت. وأيضا ستركز على مسيرة دولة الإمارات المتواصلة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله على التقنيات الحفاظ على البيئة وأيضا على مكافحة التغير المناخي.